عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر جريدة الخليج خليج تايمز على هذه اللقاء هذا الطيب، وشرف لي وسام على رأسي أن الناس شبهتني بالشيخ زايد. الله يرحم الشيخ زايد، الشيخ زايد ماله شبيه، والله يرحم الشيخ زايد، الشيخ زايد ماله شبيه، والناس شبهتني بالشيخ زايد. هذا دليل إلا أن قلوبهم وعقولهم عند الشيخ زايد، الله يرحم الشيخ زايد، وأنا مجرد إلا ملامح بسيطة من الشيخ زايد، الله يرحم الشيخ زايد. واستسمح من على هذا المنبر من سيدي وغايدي اللي هو الشيخ محمد بن زايد على مشاركته في هاشتاغ شبيه الشيخ زايد، إذا يسمح لي يعني أنا نزلته في التواصل الاجتماعي والناس اليوم تكتب عني هاشتاغ شبيه الشيخ زايد، الله يرحم الشيخ زايد. ومن بعض المواقف اللي يصير لنا يوم نصير نطلع مكان وكذا، الناس يعني تنتبه أنك في ملامح بينك وبين المغفور له الشيخ زايد من سلطان النهيان الله يرحمه. من أحد المواقف يعني كنت في العين في يوم رفع العلم، كنا متطوعين نرفع الإعلام في البيوت وكذا، فزرت أحد البيوت في العين، فكنا جالسين في البيت في الميلس عند بنت الرجال جالسة برا، أقول له دخل البنت داخل، ليش ما دخلت البنت داخل؟ قال البنت تصيح برا تقول أن درست في التاريخ وكذا في المدارس أن الشيخ زايد الله يرحمه توفى، فتقول شو يسوي عندنا اليوم داخل، أكون داخل أنا أشوف. وتذكر